السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض روتين سريع كده للتويلت بتاعنا، هنخليه زي الفل. هقولكم على تريكات بسيطة هتخليه بجد شبه التويلت بتاع الفنادق. بكل الحاجات البسيطة اللي عندنا نقدر ان احنا نعمل بيها شكل كويس. وهقولكم كمان بعد الفيديو على تريكات كده لو عملتوها هتنقل بجد التويلت بتاعكم في مكان تاني خالص. تعالوا مع بعض كده نحط اللبس بتاعنا اللي عايز يتغسل في الغسالة ونشغل عليه. ببدأ بقى احط الربسو بتاعي في المكان بتاع الربسو، وعلشان اللبس النهاردة بتاعي اللي هغسله لونه ابيض بحط شوية من الكلور ده. الكلور ده كويس جدا، بيطلع اللبس الابيض بجد فيه زهوة حلوة جدا، وبيخلي ريحته ريحة نظافة كده. بحط منه مقدار غطا كده، بيخلي بجد اللبس الابيض طالع ابيض بياض حلو قوي كده، وريحته حلوه، وكمان بجد بيعقم الغسيل الابيض كويس جدا. كمان منعم الملابس ده من الحاجات اللي بتخلي ريحه الهدوم بتاعتي مميزه جدا، ودي من اسراري اللي انا بستخدمها علشان الغسيل بتاعي يطلع ريحته حلوه. طبعا انا هستخدم النهارده البرنامج بتاع الغسيل الابيض اللي هو ناصع البياض، وهبدأ اشغل الغسالة بتاعتي على البرنامج اللي انا اخترته، ونسيبها بقى مع نفسها ونيجي للنظافة بتاعت الحمام النهاردة بتاعتنا او التويلت العميقة. حطيت كلور وبرسيل جل، وحطيت كمان معطر، وحطيت كمان ديتول في المية دي، وبدأت اخد المقاشة بتاعتي وادعك كل السيراميك بتاع الحمام بتاعي والكابينة. طبعا الاسود اللي موجود في الكابينة ده علشان محدش يقولي الكابينة مش نظيفة، لا هو لزق لونه اسود للأسف، ما بيطلعش ولا بلاقي له اي حل. فببدأ بقى ان انا ادعك كمان الخلاطات بتاعتي. طبعا اكتر حاجة بتنظف الخلاط بتاع التويلت هو الليفة اللي هي السلك العادي خالص بتاعنا ده، اللي هو الألومنيوم او اللي هو العادي ده، بيخلي بجد الخلاطات بتبقى لونها سيلفر كده بيلمع وبتلمع فعلا حلو جدا. بستخدم المعقم بتاعي اللي هو الديتول، بحطه في علبة هو وشوية خل وعليهم كمان بريل، وببدأ أغسل كل الخلاطات بتاعتي بتاعت الحمام كلها. نيجي بقى الأهم حاجة وهو التويلت، لأن ده بيبقى كله بكتيريا. بستخدم المنظف ده، بجد من اقوى الحاجات اللي بتنظف التويلت وبتخليه فعلا متعقم حلو جدا. وبحط طبعا نسبة من الكلور، وتركاه كمان بحب ان انا احطها هي الخل، لان الخل فيه مواد معقمة ومطهرة، فطبعا بحب ان انا استخدمه جدا في تنظيف الحمام، ومخليه الازازة دي مخصصة لتنظيف الحمامات. ببدأ بقى ان انا ادعك التويلت بتاعي كويس جدا جدا، وبستخدم كمان مية سخنة علشان انضفه كويس قوي. وببدأ كمان بعد ما اخلص التويلت من جوه ان انا اجيب نفس السلكة اللي انا عملت بيها الحاجات التانية، واعمل بيها بقى مؤخرا التويلت بتاعي من كل النواحي ومن بره كده ومن كل مكان، وببدأ ادعكه كويس جدا جدا. بتلاقوه لمع معاكم لمع حلوة قوي، ويدالكم ريحة نظافة كده، وبجد بينقل التويلت في حتة تانية. ببدأ ادعك السيراميك بتاعي كله، شايفين اللمعة اللي بقت في البلاط عاملة ازاي؟ بكل الحاجات البسيطة اللي انا قلتها لكم دي هتخلوا الحمام بتاعكم قبل العيد بجد حلوة قوي. جربوا الموضوع ده بجد هيبقى معاكم الحمام نظيف طول الوقت، وحاولوا ان انتوا تعملوا اجواء كده حلوة في التويلت، لان فعلا من الحاجات اللي بتفرق جدا ان التويلت بتاعنا يكون نظيف، بيخلي الشقة كلها رايقة. بدأت ان انا ارجع تاني المنظم او الكفر بتاع الغسالة، واحط الشموع بتاعتي والديكورات البسيطة جدا. وهنا بدأت ارص الحاجات اللي انا بحطها في التويلت، حطيت زرع بسيطة كده، الزرع من الحاجات بجد اللي بتخلي شكل المكان حلو جدا. حط فيونكة كده عملتها، كان عندي شريطة طول عملتها طبعا بايدي، ربطتها على الفوطة بتاعتي وحطيت فيها وردة بسيطة، بجد خلت شكل التويلت بتاعي بقى حلو جدا جدا. ولو ضيوف جايالكم مثلا هيبقى شكلها بجد لطيف قوي.
ولو عايزين تعملوا مثلا اجواء رومانسيه في التويليت بتاعكم، بتعملوا بقى الجو الحلو ده وبتنظفوه كويس جدا، وطبعا بترشوا المعطر بتاعكم. حاولوا ان انتوا ترشوا المعطر على الفوطه وعلى الكوفر بتاع الغساله وعلى السجاد بتاعكم عشان يثبت اطول فتره ممكنه. طبعا ببدأ ان انا المع كمان الحاجات التويلت والاسطح اللي انا غسلتها عشان ما يبقاش عليها قطرات من المية، بتعمل بقع برضو مش حلوة حتى لو هي نظيفة جدا. وعايزة اقول لكم ان بجد بأقل الامكانيات نقدر ان احنا نخلي بيتنا نظيف ومرتب وشكله حلو وروحه حلوة، ان احنا نعمل التركات البسيطة خالص دي، زي اننا نجيب شمعة بسيطة زي دي ونحطها في التويلت، بتعمل تعطير حلو جدا، زائد ان هي بتعمل كمان جو حلو قوي في التويلت. لو جايلنا ضيوف مثلا بنشغلها قبلها بشوية، والزرعات الخضراء والمنظمات البسيطة بجد بتدي للمكان روح حلوة قوي. وطول ما انتوا قاعدين افتحوا فيديوهات وشوفوا افكار وشوفوا تنظيمات للاماكن اللي موجودة في الشقة، اللي مش لاقيين مكان مثلا حاجة معينة عايزين تنظموها، ادخلوا اكتبوا فيه برنامج اسمه بنترست، عليه افكار حلوة قوي وصور لذيذة ممكن تاخدوا منها فكرة وتضيفوا عليها انتوا التاتش بتاعكم، زي مثلا المنظمات والحاجات دي لو عندكم امكانية ان انتوا تجيبوها. في افكار كتيرة جدا ولذيذة جدا تقدروا ان انتوا تغيروا بيها شكل بيوتكم للأحلى، وده بيديكوا طاقة ايجابية وبيخليكم فعلا عايزين تقوموا تروقوا البيت ومتحمسين كده انكم تعملوا الحاجات الجديدة دي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.